انطلاقه، وبتوفيق الله إن شاء الله ورعايته وسلامة كل المشاركين ينطلق هذا الشوط الحساس والمهم، شوط الدلة، في هذه اللحظات. أحيل الميكروفون للزميل سعد بن مثل العتيبي لمتابعة مجريات منافسة هذا الشوط، وألتقي بكم إن شاء الله مساء غد أو مساء السبت بإذن الله تعالى. إلى ذلك اللقاء، تقبلوا تحياتي وفي أمان الله. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، إذا هذه هي الانطلاقة للشوط الأول، وهو شوط الدلة، شوط الدلة الذهبية. ولمن الدلة؟ لمن الدلة؟ وشوط التأهيل إلى درهام التعدي. يا سلام الله، شوط من أقوى الأشواط. يا سلام، انطلاقة مشاهدين الكرام الشوط الأول، وهو الشوط الرئيسي المخصص لجذاع البكار، ومسافته هي 6 كيلومترات. 6 كيلومترات هي المسافة المقررة. الجائزة هي عبارة عن تويوتا ستيشن مقدم من اللجنة المنظمة إلى سباقات الإجن. يا سلام الله لمن الدلة. وينطلق شوط الدلة وراء شعار بن زاهرة، شعار السيد خليفة بن زاهرة. الخيل يتقدم على ظهر الكاسبية في المركز الأول، وتعود ملكية الكاسبية للسيد أحمد بن خليفة بن زاهرة. الخيلي تنطلق انطلاقة ممتازة، والكاسبية تحاول أن تكسب الدلة وتحاول أن تكسب التويوتا الستيشن. إذن الكاسبية على الصدارة وعلى المركز الأول، ضيفة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. المركز الثاني الدرعية، ووصلت الدرعية للسيد زايد بن محمد بن زايد الخيارين، وبرفقة المضمر نوار بن دخيل الله العتيبي. ننتقل إلى المركز الثالث، وياهو شوط الدلة. ولمن الدلة؟ المركز الثالث، نشوف الآن المركز الثالث الدرعية للسيد حمد بن علي بن جرحى بالمري، والنقلة على المركز الرابع. ننتقل الآن على المركز الرابع اللي فيه الذيبة للسيد محمد بن عبدون المري. هي الآن الذيبة اللي في رابع المراكز، والنقل على المركز الخامس. المركز الخامس بن صوغان، وتعود ملكية بن صوغان للسيد حميد بن مبارك بن رقراقي المزروعي، ضيفة من دولة الإمارات العربية المتحدة. وانتظروا مفاجآت بن صوغان. النقل الآن على المركز السادس، وإلى شقرة في سادس المراكز، وتعود ملكية شقرة للسيد عبد الله بن علي بن هدفة المري. والنقل على المركز السابع هجوم مشاهدين الكرام، تهجم في هذه اللحظات وتنتقل إلى خامس المراكز، وفي طريقها إلى مقدمة هذا الشوط. هجوم للسيد مسفر بن عبد الله بن سند المسيفري، غيرت إلى سادس المراكز هجوم. ننتقل الآن إلى المركز الثامن في الصايلة، وتعود مكيتها للسيد عنزان بن خاتم النعيمي. والمركز التاسع، نقلة إلى تاسع المراكز وإلى غالية للسيد سعيد بن محمد بن زايد الخيارين، ويضمن السيد ناصر بن سالم المكسور. والنقل على المركز العاشر عوايد للسيد حمد بن جهويل للسيد صالح بن حمد بن قمرة المري. مالك عوايد اللي في المركز العاشر، ويضمن السيد حمد بن جهويل المري. هكذا انهينا النداء الأول وأذعنا المراكز العشر الأولى المتقدمة، لنعود إلى مقدمة هذا الشوط وإلى الدرعية. الدرعية تتقدم ممتازة، وتقل شعار زايد بن محمد بن زايد الخيارين، هذا الشعار الذي دائما ما نتابعه إلا على ظهور السباق. تنطلق الدرعية إلى المركز الأول للسيد زايد بن محمد بن زايد الخيارين، وبرفقة نوار العتيبي المضمر القدير. نوار العتيبي يقل الدرعية مشاهدين الكرام إلى مقدمة هذا الشوط للسيد زايد بن محمد بن زايد الخيارين في الشوط الأول الرئيسي وشوط الدلة. يا سلام، الدرعية مشاهدين الكرام تتقدم إلى المركز الأول وإلى الأمام للسيد زايد بن محمد بن زايد الخيارين. ونوار بن دخيل العتيبي هو الذي يقوم بعملية تضمير الدرعية. نقل على المركز الثاني وإلى الكاسبية. هذه هي الضيفة القادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة على أرضية ميدان الشحانية في هذا المهرجان السنوي الختامي للهجن العربية الأصيلة على سيف سيدي
بحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. إذن الكاسبية في المركز الثاني وتلاحق الدرعية للسيد أحمد بن خليفة بن زاهر الخيلي، والمركز الثالث الدرعية للسيد حمد بن علي بن جرحب المري. وانتظروا مفاجآت الدرعية اللي في ثالث المراكز. ننتقل الآن إلى هجوم في رابع المراكز، وتعود مكيت هجوم للسيد مسفر بن عبد الله بن سند المسيفري، والمركز الخامس بن صوغان، وتعود مكيت بن صوغان للسيد حميد بن مبارك بن رقراقي المزروعي. والنقل على المركز السادس فيه الذيبة، وتعود مكية الذيبة للسيد محمد بن عبدون المري. والمركز السابع ننتقل الآن إلى الصايلة للسيد عنزان بن خاتم النعيمي في سابع المراكز الصايلة، والنقل على المركز الثامن غالية للسيد سعيد بن محمد بن زايد الخيرين وبرفقة ناصر بن سالم المكسور. والنقل الآن على المركز التاسع على شقرة في تاسع المراكز، وتعود مكيتها للسيد عبد الله بن علي بن هدفه المري. والمركز العاشر العنود للسيد زايد بن محمد بن زايد الخيارين، ويضمرها نوار العتيبي، ونوار العتيبي ينزل بثنتين بالدرعية وبالعنود. هكذا مشاهدين الكرام ننهي النداء الثاني، ونعدكم بأن هناك أسامي لم يحن موعد دخولها إلى الأرقام المذاعة. عموما وعلى كل حال نعود والعود أحمد إلى الدرعية، التي تتقدم تقدم ممتاز. تتقدم الدرعية مشاهدين الكرام وتستعرض قوها أمام الجميع في شوط الدلة الذهبية. الدرعية للسيد زايد بن محمد بن زايد الخيارين، ويضمر الدرعية أحد شبابنا المضمرين، احد الاسماء القويه طبعا نوار بن دخيل الله العتيبي، اشهر من نار على علم. يقل نوار الدرعيه الى مقدمه هذا الشوط للسيد زايد بن محمد بن زايد الخيارين. والمركز الثاني الكاسبيه لا زالت في ثاني المراكز الكاسبيه، وتبحث عن الفرصه المناسبه لانتزاع صداره هذا الشوط من الدرعيه الكاسبيه في ثاني المراكز. و1500 متر على خط النهايه الكاسبيه في ثاني المراكز للسيد احمد بن خليفه بن زاهر الخيلي. والمركز الثالث الدرعيه للسيد حمد بن علي بن جرحب المري. والمركز الرابع ووصلت الواصله مشاهدينا الكرام، واول نداء للواصله في رابع المراكز للسيد عامر بن سعد الرفاده المري. والمركز الخامس العنود للسيد زايد بن محمد بن زايد الخيارين، ويضمرها نوار العتيبي. وخلونا نعود يا جماعه مع الدرعية التي لا زالت ومنذ الانطلاقة هي سيدة الموقف. الدرعية مشاهدين الكرام هي الأقرب إلى الدلة الذهبية وإلى التويوتا الستيشن. الدرعية للسيد زايد بن محمد بن زايد الخيارين. الكيلومتر الأخير وروح يا نوار يا بن دخيل الله يا العتيبي، والدلة لمن الدلة. الدرعية لا زالت في المركز الأول. الدرعية للسيد زايد بن محمد بن زايد الخيارين وبرفقة نوار بن دخيل الله العتيبي. المركز الثاني الكاسبية للسيد أحمد بن خليفة بن زاهر الخيلي، هي الآن في المركز الثاني. ولكن الدرعية لا زالت في المركز الأول للسيد زايد بن محمد بن زايد الخيارين. وروح يا نوار الدلة الذهبية في انتظار الفائز من المركز الأول بالإضافة إلى سيارة تويوتا ستيشن. والدرعية مشاهدين الكرام في الشوط الأول الرئيسي تتقدم وتستعرض قواها أمام الجميع. الخمسمائة متر الأخيرة والدرعية في المركز الأول للسيد زايد بن محمد بن زايد الخيارين. والمركز الثاني الكاسبية للسيد أحمد بن خليفة بن زاهر الخيلي. ولكن الدرعية ما زالت مشاهدين الكرام تحتفظ بحقوقها في المركز الأول. وخلاص الدلة للخيارين، الدلة لك يا زايد يا بن محمد يا بن زايد الخيارين. تهانينا نزفها لمالك الدرعية السيد زايد بن محمد بن زايد الخيارين على هذا الفوز المستحق، على الفوز بالدلة الذهبية والتأهل إلى درهم التحدي والفوز بالتويوتا الستيشن. تهانينا نزفها للسيد زايد بن محمد بن زايد الخيارين على هذا الفوز، والتهاني إلى مضمر الدرعية القدير نوار بن دخيل الله العتيبي. المركز الثاني الكاسبية
للسيد احمد بن خليفه بن زاهر الخيلي والمركز الثالث الواصله، للسيد عامر بن سعد الرفاده والمركز الرابع غاليه، للسيد سعيد بن محمد بن زايد الخيرين والمركز الخامس، للسيد صالح بن حمد بن قمر المري اللي هي امواج والمركز السادس العنود، للسيد زايد بن محمد بن زايد الخيرين والمركز السابع. نسيم للسيد جمعة بن محمد الكتبي والمركز الثامن، الذيب الدرعية للسيد حمد بن علي بن جرحب المري والمركز التاسع، للسيد فهد بن حصين النعيمي والمركز العاشر، بن صوغان للسيد حميد بن مبارك بن رقراقي المزروعي. إذا مشاهدين الكرام، الدلة لزايد بن محمد بن زايد الخيارين من خلال مشاركة الدرعية، ها هي لعادة للتوقيت الزمني للدرعية التي حصلت على الدلة الذهبية وقطعت مسافة 6 كيلومترات في زمن وقدر 9 دقائق و22 ثانية و23 جزءا من الثانية. تهانينا لمالك الدرعية الحاصلة على الدلة الذهبية السيد زايد بن محمد بن زايد الخيارين، والتهاني إلى مضمر الدرعية السيد نوار بن دخيل الله العتيبي المضمر